مصطفى بويفر، سنعود للحديث عن بن طالب. يلتحق بنا على المباشر مباشرة من ربما من أمام فندق المنتخب الوطني بكوتونو والعاصمة الاقتصادية للبنين. تفضل فاتح بوشعنان. اهلا بك زميلي حسام، تحيه لمتتبعي قناه النهار. نحن الان متواجدون امام فندق أزلاي الذي يستضيف المنتخب الوطني قبيل المباراه الكبيره تنتظر الخضر في حدود الساعه الرابعه. مباراه مهمه، لماذا؟ لان المنتخب الوطني اليوم قاب قوسين او ادنى من التاهل الى كان 2019. تحقيق نتيجه ايجابيه اليوم مهم جدا لمواصله المشوار. اليوم راح مثل ما جرت العاده راح تكون فيه جوله خفيفه للاعبين على محيط الفندق مشيا حتى الى البحر، لانه الفندق هنا حسام مطل على البحر. كان فيه في صبيحه اليوم اجتماع مصغر بين بالماضي واعضاء من الاتحاديه وعلى راسهم كان مدان للحديث اكثر عن الامور التنظيميه للمنتخب الوطني وعن برنامج اليوم للمنتخب الوطني. المنتخب الوطني سيشد الرحال في حدود الساعه الواحده الى ملعب الصداقه لخوض المواجهه المهمه حسان. الاكيد انه اليوم كل ظروف الاقامه هنا في مدينه كوتونو راهي جد رائعه. المنتخب الوطني وحتى القائمين على المنتخب الوطني اليوم اكدوا انه ظروف الاقامه راهي جيده، ما فيش اي مضايقات من سواء من الانصار عكس ما جرت الاوضاع امس في الملعب حسام. طبعا فاتح بوشعنان، ماذا عن تشكيله المنتخب التي سيدخل بها بالماضي اليوم؟ شاهدنا المره الفارطه يعني في مواجهه الذهاب كانت في سريه تامه واحتفظ بها جمال بالماضي لنفسه، ماذا عن هذه المره؟ نفس الشيء حسام، يبدو أنه جمال بالماضي يريد إخفاء أوراقه. اليوم التشكيلة الأساسية خط أحمر بالنسبة لبالماضي، حتى القائمين رفضوا الإعلان عن 11 اللاعب الأساسي إلى حد الآن إلى حد الساعة، وهذا بطلب من بالماضي لأكد أنه لا يريد أن أن أن, أن متخوفا من الجوسسه او على الاقل حتى يتمكن انه يوجد فريقه في اريحيه، لانه كما تعلم موجودون معنا هنا الصحافه البنينيه، الاعلام تاعهم متطلع على ما يدور في الجزائر، حتى الناخب البنيني يطلع على كل صغيره تتعلق بالمنتخب الوطني. اليوم جبل من الماضي فضل انه يحتفظ بالتشكيله الاساسيه الى حد الوصول الى الملعب، وهذا حتى يتمكن من نقولوا حتى لا يكشف اوراقه حسام. الاكيد انه في حدود الساعة الواحدة أو الثانية إذا تدخلنا إن شاء الله ستكون التشكيلة الأساسية واضحة، لكن أكيد اليوم بالماضي يتعامل باحترافية وهذا الشيء يحسب له، لأنه يرفض خروج قائمة 11 اللاعب قبل الدخول إلى الملعب، وهذا يراه أنه أمر يسمح للمدرب في الطرف الآخر أنه يغير الخطط تاعه على الأقل لما يتعرف على اللاعبين اللي رايحين يخوضوا المواجهة، خاصة وأنه المنتخب الوطني يقولوا كتاب مفتوح، جل لاعبيه معروفون ينشطون في دوريات في أوروبا. نعم فتح بوشعنان، شاهدنا منذ وصول المنتخب الوطني إلى كوتونو حرب نفسية من طرف سواء وسائل الإعلام المحلية أو الجماهير هناك. هل ربما لمست بأنه داخل التشكيلة الوطنية أو داخل وفد المنتخب فيه تركيز، فيه تجاوز لهذه الحرب النفسية؟ أكيد زميلي حسام، اليوم لاعبي المنتخب الوطني امتلكوا من الخبرة ما يمكنهم من التعامل مع مثل هذه الأمور، سبق لهم أن لعبوا في إفريقيا، معظم اللاعبين سبق لهم أن لعبوا في إفريقيا، يعرفوا الأجواء في إفريقيا، مثل هذه الأمور لا تؤثر. يوم الأمس لما رفض الإعلام البنيني الخروج وحتى بعض المناصرين من الخروج، اللاعبين ما تعاملوا معهم بطريقة عادية، حتى في لحظة خروجهم من الملعب كانوا يحاولوا يتقربوا منهم من أجل أخذ الصور سواء من محرز ابراهيمي، لكن اللاعبين تعاملوا بطريقه جيده. لا اظن ان مثل هذه الامور تؤثر على لاعبينا، لانه لاعبينا متعودين على الاجواء الافريقيه اليوم، تعودوا على مثل هذه الامور، هذه هي افريقيا، هذه هي اجواءها. اليوم تركيزهم راهو اكثر على المباراه، لانه مباراه مهمه حسام، لانه اليوم المنتخب الوطني يقدر يدير خطوه كبيره للتاهل في حال الفوز، باعتبار انه المنتخب البنيني سيبقى باربع نقاط، الملاحقين الاخرين بنقطتين. اكيد انه التركيز راهو عالي هنا حسام، وحتى الناخب الوطني مركز جيدا على هذه المباراه، باعتبار انه يرفض رفضا قاطعا انه القائمه 11 تعرف قبل الوصول الى الملعب. نعم اشكرك جزيلا فاتح بوشعنان، الرد اكيد سيكون فوق ارضيه الميدان بالاداء والنتيجه ان شاء الله. اشكرك
جزيلا فاتح بوشعنان، كنت معنا على المباشر من أمام فندق المنتخب الوطني بمدينة كوتونو البنينية. أعود إليك.